يعني أنا ما مريت بعصر الاستعمار. أنا يعني شغال مدرس، حضرت الاستقلال، حضرت الفترة العسكرية الأولى 58-64، أو ما كنت كونت رأيي، يعني ما كان عندي رأي. جاي من الريف ما بيقدر يحلل تحليل سياسي، والعصر ده كان عصر عبد الناصر والانقلابات العسكرية. يعني كنا معجبين بعبد الناصر. فلما جات 17 نوفمبر أنا شخصيا كنت افتكرت ممكن يكون زي عبد الناصر، وهو كان في الخط ذاته، لكن أنا ما قدرت أفرز، يعني ما كنت بقدر أفرز أنه هل عبد الناصر ده دكتاتور ولا راجل شعبي. ده كان ما في التحليل السليم، يعني راجل ريفي وصغير سن. بينما انا براي ايدت فتره 17 نوفمبر وغنيت نشيد يعني عنده قيمه فنيه عاليه، وحتى المضمون اللي في النشيد هم ما كانوا زيه، لا ضمائر تتباع، لا ساده، لا رعاع، يعني حاجة بتقول حاجة ما في، لكن يبدو أنه كانت أمنيات لإنسان ما بيفهم سياسة. في الآخر في أثناء الفترة يعني جيت قدمت نشيد شهداء كرري، أول حاجة بعد 17 نوفمبر، يعني بتظهر كده كحاجة معارضة. لكن أنا ما قصدتها أقدمها بقصد المعارضة، قدمتها بقصد إن أنا أمجد الشهداء اللي فعلا ماتوا حقيقة عشان السودان واللي اتحصدوا في كرري. بعد مباشرة نشيد الاستقلال اللي هو الوحيد لغاية هسه، بعد مباشرة أيضا نشيد هام ذاك النهر يستلهم حسنى، اللي بيتكلم عن الجنوب والشرق والشمال والغرب. يعني أول نشيد يتطرق إلى القومية السودانية بماضيها بما قدمته في الماضي. يعني حتى أذكر أنه كان المرحوم طلعت فريد كان وزير الإعلام، كان بيحضر معانا البروفات، بعدين قال للشاعر اللي هو مرسي صالح سراج وهو نوبي، قال له انتوا تكلمتوا عن الشرق والغرب والجنوب، قال له يا مرسي ما تدخل الرئيس عبود، قال له ما بيخشش فاش، قال لانه ده تاريخ الرئيس عبود، ان شاء الله بعد طول عمر لما هو كمان يموت يغنوا له ناس. قال انا ما مقتنع، لكن عارفك حلفاوي مصمم على رايك. قال له ايوه سيادتك، خلاه. ف ابتدى الواحد يفهم السياسه شويه شويه. علاقتي بالمثقفين توسعت، إذا كانوا شعراء أو مثقفين أخر. فجاءت أكتوبر، الشيء المضاد ل 17 نوفمبر والشيء الشال 17 نوفمبر. ففعلا يعني ثورة أثرت في الفنانين بشكل غير عادي.
جات أطروحات جديدة في المسيرة الوطنية، جات لا زعامة للقدامى، شعارات طرحت في الشارع. فبدينا بأصبح الصبح إلى ثوار أكتوبر وحقوق المرأة، إلى لمن، إلى شعبك يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، إلى لمن شوية شعارات أكتوبر بدت يعني في الإضمحلال، ابتدينا نغني إنني أؤمن بالشعب حبيبي وأبي. لما زادت الإضمحلالية بقينا نغني لو لحظة من وسني تغسل عني حزني. ده كل الحزن الكمن بعد بعد الفورة وبعد يعني الخط السياسي بتاع الشعب كله كان ماشي في اتجاه صحيح، إلى أن الله يرحمها أكتوبر راحت، جاءت الديمقراطية، سكتنا عن الكلام المباح في الديمقراطية لأنه ما في شيء نقوله ولا آمل الناس. بقت تترجم في العهد الديمقراطي وبقت الصراعات، بقى الواحد يكره الغنى ذاته ويخاف ايه اللي حيحصل عشان انا اقوم اغني تاني. قام وعلى غير غفلة جاء النظام العسكري التاني المايوي، يطرحوا شعارات الناس كلها، بس الدولة دي بتقول هتحقق النظام الاشتراكي، مش الشيوعي، الاشتراكي. فعلا كان عندنا طموحات كبيرة جدا، قمنا غنينا، الحكاية ما أخذت سنة تاني ابتدينا نتشاكل. نحن الغنينا ليمايو ابتدينا نصارع نغني ضدها عشان تصلح شوية، ما نفع. إلى أن حصل أحداث 19 يوليو، فلقينا نفسنا كلنا في السجن، مثقفين على فنانين على مواطنين عاديين وكده. أنا أعتقد فترة السجن بالنسبة لي فترة كانت فترة صقلتني كويس، لأن أنا تعاملت مع خيرة أبناء الوطن المثقفين في كل مجالات الحياة من الثقافة، وحاولت أعيد نص الإنجليزية اللي قريتها في الأقباط زمان لو تتذكروا أنا قلت الكلام. فكنت بحفظ، أنا عندي سرعة حفظ 150 كلمة في اليوم، 75 بالنهار 75 بالليل. وأساتذة الجرامر عباس علي هادي المواق دخلوا طلعوني من السجن راجل يعني متغير جدا، يعني كان في انضباط شديد جدا في الحياة ذاتها. فدي تجربة هي يعني جات في الصالح من نواحي كثيرة، حتى من ناحية التلحين والغنى. أنا طبعا كانوا رفضوا يدوني العود لما كتبنا، لأن المساجين المجرمين عندهم أعوال. كتبت لوزير الداخلية قلت له يا أخي أنا عايز العود بتاعي، وبعدين أنا كنت في المعهد طالب عايز كراساتي بتاعت النواة وكده. رد علي بعد شهرين، أنا كل يوم أمشي أسأل العود العود العود. مرة مشيت للكومندان قلت له ها، رد عليك؟ قال لي هاي
قال لك يا أخي يا محمد وردي نحن ما مسكناك بالدبابة، مسكناك بالعود وما حنديك. قلت أجرب الغنى بدون عود وبدون أي آلة، فكان نتيجتها إن أنا لحنت قلت أرحل. هذه الأغنية الصعبة ذات الموسيقى الصعبة حفظوها المعتقلين معاي، اللزمة الموسيقية حفظوها، وثاني يوم كانوا بيرددوا لي. أنا أبتدي في كوبليه ثاني، لما طلعت من السجن كانت الأغنية دي محفوظة من كل المعتقلين وأشياء غير. قلت أرحل، لكن اللي حصل أنا لما طلعت بعد 12 شهر حاولت أعزف العود ما قدرت. يعني زي المبتدي أنا بعايل للعود وأعزف، يعني أصابعي ما بتمشي، يعني زي 15 يوم أنا بتمرن عشان أبقى عازف لهناك. مشيت على الخط ذاته، الخط الوطني، خط الغناء للجماهير وليس للحكومات، ايا كانت الحكومات دي، ديمقراطيه ديكتاتوريه، ما في داعي للغنى ليها ابدا. تغني لجماهيرك دي ولقضاياها الاساسيه. وقلت الكلام ده وانا عايز طالع من البلد دي، الهجره الاختياريه اللي بيقولوها دي. كنت رئيس نقابه الفنانين. اول ما حصل هذا النظام الاخير جمعت اللجنه التنفيذيه، قلت لهم يا اخواننا كفاكم انا عنوانا للفنانين اللي بيأيدوا السلطات. انا ايدت سلطه عبود، سجنني في مظاهره علفه. ايدت نميره اخذت سنه ونص سجن. فلازم تعرفوا انه ما في داعي للمساله دي. نحن كنقابه فنانين لا نؤيد ولا نردد أي شعارات. الداري أي شخصيا داك التلفزيون وديك الإذاعة. وده نصيحتي لكم الأخيرة، إذا ما سمعتوا الكلام ده هتتعبوا لي قدام. وسلمت عليهم وفوت.